رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان يا رمضان يا رمضان، شهر الكتاب تلاوة وقيام. السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا ربي. هذا النهار جيت نشارك معكم واحد العصير منعش، هو سموذي ديال الفريز والبنان، كيجي خطير وبارد بالنسبة ملي كيكون الحال سخون في الصيف او الربيع، جربوه كيجي غزال. وهنا يا البنات كما شاركت معكم، عندي هنا تقريبا الرابعة ديال الفريز، وعندي جوج موزات يكونوا طايبين ولا بحال هكا كيف ما بغيتو. وغادي نشارك معكم اول طريقه اللي غادي ندير. ودابا البنات قطعت الفريز بوحديتو والبنان بوحديتو ودخلت لهم الفريكو، هنايا راهم باردين. عندي هنا الفريز مقطع وعندي هنايا البنان حتى هو مقطع، كانوا ديجا في المجمد واحد جوج سوايع من قبل. وعندي هنايا الحليب بارد حتى بدا كيجمد، علاش؟ حيت انا ما عنديش هنايا دوك المكعبات ديال الثلج. ودابا غادي نبدا على بركه الله. اول حاجه كما قلت لكم هنايا عندي كل شيء بارد، الا ما كانش عندكم كل شيء بارد خصكم ديروا الكلاص المكعبات المجمدين اللي كيكونوا في الفريغو ضروري، الا ما كانوش عندكم هادو جامدين باردين. انا تقريبا عندي الحليب جامد، انا اول حاجه درت واحد الكميه قليله ديال الحليب باش غادي نطحن في الاول ديك الكميه ديال الفريز البنان. غادي نضيف عليها هنايا البنان قطع طريفاس اللي ديجا درتو في المجمد واحد جوج سوايع، وغادي نضيف عليه الفريز اللي ديجا حتى هو درتو واحد جوج سوايع من قبل برد مزيان، وغادي نزيد شويه الحليب ونطحن. وباش تحليو هاد العصير ممكن تستعملوا سكر سنيده، انا يعني استعملت عصير طبيعي من الاحسن ومن الافضل. وهنا صافي ملي زدت عليه شويه ديال الحليب ديك الكميه اللي غادي نطحن بها الفريز والبان مزيان حتى يطحنوا لي مزيان. المهم عاد غادي نزيد الكميه ديال الحليب اللي باقيه عندي. علاش كندير هاد الطريقه؟ باش كيتطحن الفريز والبنان مزيان، لحقاش الا درتو الحليب كامل في الاول كونوا متاكدين بانه ما غاديش يتطحن مزيان. واخا غادي تطحن ماشي بحال هاد الطريقه هذه، حتى كنطحنوا في الاول الفريز والبنان مع نصف الكميه ديال الحليب باش تتحل مزيان، عاد غادي نزيد الحليب اللي باقي لي. هاد الخطوه هذه ضروري ديروها الا بغيتو سموذي يكون عندكم يعني ناجح 100%. والبنات دابا من بعد ما طحنتو جا على هاد الشكل هذا، كيجي نقول لكم شي زوين. طبيعه الحال كتضيفوا له اما سكر سنيد اما العسل، انا مشى لي داك المقطع مشى لي من الفيديو. المهم هكا كيكون وبالصحه والراحه، كيجي زوين لا في السحور ولا زعما ابار رمضان، كيجي زوين الايام اللي كيكون فيها الجو سخون منعش وزوين وطبيعي، راه ما نقولكمش عليه. جربوه ما غاديش ندموا، غادي نشارك معكم ان شاء الله سموذي واحد اخر.